I'm having so much fun. هوبا. ما أدري ليش أنا كذي. ما أدري. واو. هاي بنات، شخباركم؟ معاكم يارا. يعني لو أقول لكم إيش كثر أنا مستانسة حق هالفيديو ما بتصدقوني. في يوتيوبر أنا دائما أطالعها وأنا وايد أحبها من زمان، اسمها سوفيا نايغارد. هذه اليوتيوبر يعني وايد انشهرت على يوتيوب، بس من أكثر الفيديوهات اللي انشهروا فيديوهاتها وهي تخلط كل درجات الحمرة اللي عندها. وأنا من زمان خاطري أخلط كل درجات الكاليفورنيا كيسن كولر بوم اللي موجودين عندنا، وأنا كلش متشوقة اني اشوف شنو هذه الدرجة اللي بتطلع عقب ما امكس كل هالالوان ويا بعض. هو مرطب بس مو بس كذي، بعد يعطيك لون وايد قوي حق شفايفك. وعندنا 12 درجة متوفرة من كاليفورنيا كيسن كولر بوم. هذا القوطي فاضي لان عقب ما امكسهم كلهم مع بعض راح امليه في هذا، فانا راح استخدم هذا الواكس بوت. هذا يستخدمونه عشان يسخنون الشمع ويسوون فيه واكسينج. طبعا زينته، حطيت سكرات بنفيت، وطبعا عندي كاميرا ثانيه قاعده اتصور الواكس بوت من فوق. لا تنسون تسوون لايك، كومنت، سبسكرايب، وتابعونا على الانستغرام وعلى التيك توك. ويلا خلينا نبدي ويا الفيديو. ما بطلع من هالستوديو لين ما الالوان كلهم يذوبون ويدمجون مع بعض. باخذ سكينه، هذه سكينه ترى سيف، وعندي اعواد صغيره عشان اقدر امكس داخل الواكس بوت. فالبوت اوريدي يشتغل، بس الحين راح احميه يا حبيبتي. اول درجه راح اخذها، فأول شيء راح أخذ درجة تشيري. هذا اللون نفس ما أنتم شايفين، لون أحمر كرزاوي، ما أدري إذا هذه كلمة ولا لا. فاللي راح أسويه عشان المقادير كلهم يطلعون بالضبط نفس الشيء، لازم أقطعه كامل، أفتحه لين النهاية. بسم الله. I'm sorry. أحس إني أقدر أسوي أي شيء في العالم الحين، ما أدري. يعني أحس I feel so powerful. أحس فيني قوة، تعرفون؟ ما أدري إذا هو قاعد يذوب الحين ولا لا. تعرفون إنه يكون فيكم هاي الطاقة تبون تطلعونها؟ أحس هاي أحسن طريقة إني أطلعها الحين. Oh my god، قاعد يذوب، قاعد يذوب. Next. ثاني درجة موجودة قدامي، درجة pink rose. الله أحب هذا اللون. نفس ما هو مذكور بالاسم فعلاً كنا rose. شوف ايش كثر اللون لذيذ. صار وقت ان نقطعه. I'm having so much fun. انا عندي فضول، اول ما الكولكشن طلع وانا خاطري اصور هالفيديو، بس بمكس. I think اللي بسويه بغير البلان شوي، بغير الاستراتيجي. بدال ما انا امكس ات، بخليه هو بروحه يذوب، بعدين في النهايه راح امكسهم مع بعض. Next عندنا نود بينك. هذه الدرجه انا استخدمها كل يوم لان هو فعلا اتس ذا بيرفكت نود حق الكل. اللون رهيب، وانا الصراحه استخدمه بشكل يومي. 3 2 1. هوبا. لازم، ما ادري ليش انا كذي، ما ادري. اهم شيء الثقة. نيكست عندنا فوشيا. انا احب اللون الفوشي وايد. انزين، اللون الفوشي من الواني المفضلة. 3 2 1. ايوه بقى. اوكي. نيكست عندنا سبايست ريد. هذا اللون جميل 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 لانه هو احمر، بس يعني تحسين انه هو احمر على بني، انه هو احمر سبايسي. رهيب. فهذا راح يعطينا شوية شيء انه يغمق الموضوع شوي. اخ، كل ما اقطع احس كنا اول مرة، تعرفون. نيكست عندنا درجة روبي، ولون روبي يعني شلون اقدر اشرح لكم؟ احمر فخم. الحجر الروبي، زئبق اسمه، لحظة لازم اجوجل. زئبق اظن. شنو زئبق؟ ما ادري اذا انا من مخي اخترعت هالكلمة ولا لا. ما له دخل. اوبس. ياقوت. بس يعني سووا روحكم ما سمعتوا شيء، اوكي؟ اتفقنا؟ ما نتكلم عن الموضوع مرة ثانية. أنا أبي أمكس بس عشان أشوف وين وصلنا لين الحين. شايفين إيش كثر حلو؟ شايفين إيش كثر حلو الديزاين؟ فالدرجة اللي عندنا اياها الحين هي اسمها بيري. اذا ما قاعدة استخدم نوت بينك بشكل يومي استخدم بيري، وفعلا يعني دائما كل ما احط هذه الدرجة الناس سألوني انت شنو حاطة على شفايفك دائما. I think البيري بعد بيعطينا شي لون غامق ويعطينا لون
ميوتد تعرفون ما اعرف. طبعا هو راح يشيل من فقاعه الاحمر والفوشيا زي يخليه شوي يعني توند داون. هذا فعلا راح يغير اللون لان الحين عندنا اللون بيتش بينك. يعني تشوفوا الفرق بين الالوان اللي استخدمناهم قبل وهاي اللون، اكيد بيغير الموضوع، بيعطي المكس بهارات ثانيه. اونو دوس تريس كواترو. اللغات. والآن ننتقل إلى درجة بوبي، ولازم يعني تناسبين الجو، تعرفين إذا يكون برايت برا خلي الشفايف يكون برايت شوي. فأنا وايد أحب أستخدم هذه درجة لأن هي أورنج، بس أورنج ينلبس، أورنج تقدرين تحطينه بشكل يومي. بوبي ولا مامي؟ I'm sorry I'm sorry. يعني next عندنا pomegranate وهذا لون رماني فعلا، يعني ما اقدر اشرح لكم اياه غير عن هو نفس لون الرمان. احس ان اللون البوميجرانيت actually وايد يناسب اللون اللي داخل الواكس بوت صح؟ اوكي بغمض عيوني وبحاول سويته. بس باقي درجتين. عندنا اللون واين، كل الدرجات تقدرون تلبسونهم بشكل يومي يعني، وبس اذا انتم يعني تحبون ان شويه تغمقون شفايفكم طوال اليوم يعني انا اقول لكم واين لون وايد حلو. ونقطع وتشح، نجرب مره ثانيه تشح. والان لدينا اللون الاخير، احس ان احنا كنا في مغامره مع بعض تعرفون، واللون هذا هو كورال. فيلا لنقطع هذا اللون الاخير مع بعض. تذكرون في بداية الفيديو وريتكم هذه القوطي انزين فاضية ما فيها شيء، نظفتها غسلتها، وانا بحط الكاليفورنيا كيسن كولر بام خلطتنا السرية بحطها داخل القالب وبدخلها الثلاجة، وبعدين برجع باشر الصبح وبجربه معاكم. طبعا راح اكون مغيرة اللوك مغيرة الميك اب كل شيء. ادري ان الحين يعني ممكن ناخذ انطباع على اللون اللي شايفينه داخل الواكس بوت، بس صدقوني انا متأكدة ان اللون بيفاجئنا باشر، فالحين لازم اكون وايد دقيقة ولازم انتبه لانه هو حار. خايفة خايفة. اللون قاعد يجمد بسرعة، كان عندي احساس ان الكمشة الصغيرة يمكن ما تشيل كفاية، فعندي كمشة ثانية وزي الشوربة. او ماي جاد، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بس والله الصراحة بس بعدله من فوق كذي. او نو، انتوا شايفين المصيبة؟ شايفين المصيبة؟ الخلطة وايد حارة، القاعدة مصنوعة من الحديد فحركت اصابيعي، بس اتس اوكي. بحطه الحين في الثلاجة وبرجع لكم باكر الصبح. هلو، وصلنا لليوم اللي بعده. انا طول الليل قعدت افكر في اللون، الحين هو جمد انزين. شوفوا يعني انا حاولت كثر ما اقدر ان ارتبه واخليه شكله حلو، بس صراحة اهم شيء اللون انزين، اهم شيء نشوف اللون شنو يطلع. لا لا انزين اللون جميل، هو احس يعني طبعا تقدرون تشوفون ان هو من عيلة الحمر الحمراء، بس احس انه في شوية برتقالي، يعني اقدر اشوف شوية برتقالي، اقدر اشوف نتفة موف. ما نقدر الحين نحكم على اللون الا لين ما اجربه ونقول بسم الله. ما ادري ايش قاعد ارجف. اوكي شكله، لحظة اوكي اوكي جايز اوكي، ما توقعت انه هو كذي بيطلع، يعني يمكن في الكاميرا ما يبين عدل، يعني شوية على لون بطيخي. او ماي جاد، شوفوا طبعا مرطب رهيب، اللون على لون جح. او ماي جاد لا عجبني. واو، كتبوا في التعليقات شنو رايكم، وكتبوا بعد شنو توقعتوا واللون بيطلع. هذا هو اللوك النهائي، ان شاء الله عجبكم الفيديو وان شاء الله عجبكم اللون. انا عن نفسي يعني ما تخيلت انه هو راح يطلع كذي. هذا هو اللوك، انا وايد استانست وانا اصور الفيديو، هذه بس تجربه كان خاطري اسويها واخيرا سويتها، وانا وايد سعيده بالنتيجه. لا تنسون تسوون لايك كومنت وسبسكرايب، وتابعونا على الانستغرام وعلى التيك توك، وبشوفكم المره الجايه ان شاء الله. باي.